السلام عليكم. حلقة اليوم مختلفة وباب جديد بنفتحه لأول مرة في البرنامج. بالعادة بنصنف لاعبين وأندية ومنتخبات، اليوم راح نصرف صروح رياضية جبارة، ملاعب كرة قدم، استادات هائلة طغى وتجبر الإنسان في تصميمها وبنائها وصناعتها. اليوم راح تشوفوا وين بلغ التقدم الهندسي في علم استادات كرة القدم. اليوم راح نقدم أجمل 15 ملعب كرة قدم في العالم، وركزوا معي منيح منيح لقانون التصنيف ومعاييره. أنا لا أقول أعرق 15 ملعب في العالم، العراقة والتاريخ شيء آخر، ولا أقول أكبر 15 ملعب في العالم، فهذا مبحث آخر تماماً وراح نفتحه في حلقة قادمة. بس لا، إحنا بنتكلم عن أجمل 15 ملعب كتصميم داخلي وخارجي. ثم في معيار آخر مهم جداً للاختيار، العوامل الجغرافية المحيطة بالملعب من جبال وأنهار ووديان وطبيعة خلابة، كلها تعتبر عوامل مساعدة في التقييم وليست الأساس، لأنه في ملاعب في هذا العالم جاية في مناطق طبيعية ورب الكعب جنون العظمة، بس فعليا هي ليست عملية لمتابعة كرة القدم أو حشد الجماهير. وفي ملاعب جبارة وعنيفة وبتعرفوها منيح لأندية عملاقة راح تشوفوها خارج القائمة اليوم، بس راح نذكرهم في نهاية الحلقة وأحكي لكم ليش ما دخلوا التصنيف. تذكروا إنه المعيار الأهم هو غرابة وجمال التصميم الداخلي والخارجي للملعب، ثم الحجم بيلعب دور كمان. ومن الأشياء المساعدة كمان هو إنه يكون الملعب من دون مضمار الركض الرياضي للجري، ولذلك الملاعب الأولمبية ضعيفة جدا لممارسة كرة القدم، تبعد الجماهير كثير عن أرض الملعب بشكل مستفز. جاهزين للحلقة يا جبابرة؟ يلا نبدأ التصنيف في الملعب رقم 15، استاد استضاف نهائي كأس العالم 2010. أتكلم عن استاد سوكر سيتي في عاصمة جنوب إفريقيا جوهانسبرغ، هو أكبر ملعب في قارة أفريقيا ويتسع ل 94 ألف متفرج. تم إنشاؤه في عام 1987 بطراز قديم، ولكن تم تجديده تماما في عام 2010 لاستضافة كأس العالم، فصنعوه على شكل ثمرة عملاقة اسمها قرع العسل، ثمرة تشبه اليقطين، يتم تجويفها من الداخل وسكب الشراب فيها فتتحول لوعاء ضخم. كلف تجديد الملعب بالكامل 500 مليون دولار. يتميز الملعب بأنه منقط من الخارج بأكسيد الرصاص والفسيفساء الملونة، هاي الفسيفساء اللي بالليل تتوهج وتعطي لون قرمزي خرافي. طيب ننتقل للملعب رقم 14، من أشهر ملاعب العالم، من جنة كرة القدم إيطاليا، يأتينا استاد سان سيرو أو الجوسيبي ميانزي، الملعب الخاص بعملاقي المدينة اي سي ميلان وانتر ميلان. يتسع الملعب ل 83 ألف متفرج، تم إنشاؤه في عام 1926 يا إلهي الرحيم، ولكن تم تجديده أكثر من مرة، وأهم تجديد كان في عام 1989 لأجل استضافة مونديال 1990. نعم هو ملعب قديم جدا ولكنه مميز بتصميمه الفريد من نوعه، مصنف كملعب 5 نجوم عند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. استضاف نهائيات كأس العالم 1934 و 1990 وأمم أوروبا 1980، واستضاف 4 نهائيات لدوري أبطال أوروبا آخرها كان عام 2016. في المركز الثالث عشر استاد دالوش في لشبونة عاصمة البرتغال. استاد دالوش يعني ملعب النور، هو الملعب الخاص بنادي بنفيكا البرتغالي، افتتح في عام 2003 لأجل استضافة بطولة يورو 2004، يتسع ل 65 ألف متفرج، كلف بناؤه 130 مليون يورو. التصميم الخارجي رائع للغاية بلونه الأحمر المميز، الأعمدة الانسيابية الرائعة الممتدة على سقفه من كل الجهات. استضاف ملعب النور نهائي يورو 2004 بين البرتغال واليونان، واستضاف نهائي دوري أبطال أوروبا في مناسبتين 2014 والعاشرة للريال كانت هناك، و2020 نسخة الكورونا بدون جماهير وفوز البايرن على باريس. ننتقل للملعب رقم 12، تصميم خارق ومنطقة جغرافية ساحرة يقع عليها استاد بي بي في اي بانكومر، الملعب الذي يقع في منطقة غوادالوبي في المكسيك. الملعب افتتح في عام 2015، كلف بناؤه 200 مليون دولار أمريكي، استغرقوا 4 سنوات في تشييده. يتسع الملعب ل 53 ألف متفرج، شكله مجنون وخارق وراقي للغاية، بتحسه كبسولة مضغوطة. آها طيب شو سر الطبيعة الخلابة المحيطة بالملعب؟ هون لازم تعرفوا إنه مشروع الملعب واجه رفض شديد من حكومة المكسيك، لأنهم اضطروا عشان يبنوه إنهم يزيلوا غابات عن مساحات شاسعة تتخطى ال 24 هكتار، فالملعب يأتي في منطقة حيوية تكثر بها المحميات الطبيعية وفيها أكثر من 106 أنواع من الحيوانات، جبال ووديان وغابات خضراء رائعة. كل هاي الأمور ساعدت الملعب ليكون في التصنيف رقم 12. ننتقل للمركز 11 في قائمة اليوم ونقول استاد استضاف آخر نهائي لكأس العالم 2018، يعنيني أنا شخصيا بشكل كبير بسبب تتويج المنتخب الفرنسي فيه، إنه استاد لوجينكي في قلب العاصمة الروسية موسكو. تصميمه الجديد أسطوري بمعنى الكلمة، في النهار تجد مبنى عملاق شامخ يشبه القصور الروسية القديمة، وفي الليل يتحول بألوانه وضخامة حجمه لملعب يسر الناظرين ومكان استقطابي للسياح. بني لأول مرة في عام 1956، تم تجديده بعدها أكثر من مرة. أما آخر
وأهم وأجمل تجديد، فهو الأخير لكأس العالم 2018. قلبوا شكله وكيانه تماماً، شتان بين استاد لوجينكي القديم اللي استضاف نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 اللي فاز فيه المانيو على تشيلسي، وبين الملعب الجديد الحديث المجدد اللي شفناه في كأس العالم 2018. كلف تجديده 350 مليون يورو، يتسع ل 78 ألف متفرج. قبل ما ننطلق للبست 10 ستاديومز، أفضل 10 ملاعب، وين الاشتراك واللايك؟ اشتركت؟ تشارك كم باقي على 3 مليون؟ كن سبباً في ذلك وفجر لي زر لايك ب 300 ألف لايك يا صديقي. خلصت؟ اشتركت وعملت لايك؟ تعال الآن في المركز العاشر رح ننتقل للولايات المتحدة الأمريكية، وعندنا ملعب غريب جداً، تشعر إنه جامعة أو دار عرض سينما أو مسرح عملاق، بس لا، هو ملعب رياضي متعدد الاستخدام. قوة الملعب تكمن في تصميمه الغريب ولونه الجريء اللي بياخذنا للقرن السادس والسابع عشر الميلادي. استاد لوكاس أويل في مدينة إنديانا بوليس في ولاية إنديانا. افتتح الملعب في عام 2008. يحتوي على سقف متحرك. كلف بناؤه 720 مليون دولار. يتسع ل 70 ألف متفرج. استضاف مباراة السوبر بول في عام 2012. أول مباراة كرة قدم استضافها كانت في عام 2013 بلقاء ودي في الصيف جمع تشيلسي وإنتر ميلان. ننتقل للمركز التاسع. ثاني أكبر ملعب في قارة أوروبا. البعض يرى أكمل ملعب كرة قدم على سطح الكرة الأرضية. من أشهر الملاعب في الدنيا. تحفة شامخة في قلب العاصمة الإنجليزية لندن. أتكلم عن الويمبلي الجديد. الويمبلي القديم اللي فازت فيه إنجلترا بكأس عام 1966 تم هدمه في عام 2002. وجلسنا ننتظر 5 أعوام لنشوف الويمبلي الجديد. حتى تم افتتاحه في عام 2007 ليبهر العالم كله. تعرفوا كم كلف استاد الويمبلي ليومنا هذا مع كل التحسينات والإضافات؟ مليار و70 مليون جنيه استرليني. كمان مش بالدولار ولا باليورو، بالجنيه الاسترليني يا عفو الله الرحيم. الطاقة الاستيعابية للملعب هي 90 ألف متفرج. الويمبلي يزدان بأكبر قوس أحادي في العالم. يبلغ طوله 133 متر ووزنه 1750 طن وعرضه 7.5 متر. قوس عملاق ضخم شاهق وشامخ في سماء مدينة لندن. الويمبلي بتقدر تشوفه عن بعد 21 كيلومتر. طيب ننتقل للمركز الثامن في قائمتنا، وراح نطير الآن من أوروبا لآسيا وبالتحديد لليابان، أحد ملاعب كأس العالم 2002. بنتذكره إحنا كعرب للأسف في ذاكرة سيئة جدا، هزيمة الأخضر السعودي من ألمانيا بالثمانية. أتكلم عن التحفة المعمارية، استاد قبة سابورو. تم افتتاحه في عام 2001 لأجل استضافة كأس العالم 2002. يتسع ل 41 ألف متفرج فقط، بس أقصى استيعاب له ممكن يتخطى ال 50 ألف متفرج لو زيدت فيه بعض المقاعد. كلف بناؤه 330 مليون يورو. شوف الجنون التكنولوجي للملعب عند اليابانيين. أرضية الملعب اللي وزنها 8000 طن تطلع تتشمس خارج القبة، فيتم سحبها للداخل بتقنيات سحب تكنولوجية متقدمة. غير مفهوم الملاعب المغطاة، مع انه فكرة الملاعب المغطاة اصلا ليومنا هذا هي نادرة ونادرة جدا. ننتقل للمركز السابع ونرجع للندن مرة اخرى، احدث ملاعب انجلترا واجددها على الاطلاق، استاد نادي توتنهام هوتسبير. احدث المعايير العالمية واكثرها تطورا وجرأة على الساحة وضعت في هذا الملعب. افتتح في عام 2019. يتسع ل 62 ألف متفرج. كلف بناء مليار جنيه استرليني يا ناس. هو الملعب الخاص لنادي توتنهام هوتسبير. توتنهام اللي هدم ملعب التاريخ القديم الوايت هارت لين كرمى لعيون الملعب الجديد الخارق. تصميمه الخارجي والداخلي رائع للغاية. شاشات عملاقة في الخارج زادت الملعب رونقا وجمالا وحداثة. بات الآن من أهم معالم العاصمة الإنجليزية لندن. وفرق 12 عام بينه وبين استاد الويمبلي في التطور الهندسي والتكنولوجيا المستخدمة خلته يتقدم عليه في قائمتنا بمركزين. ننتقل للمركز السادس وننتقل من لندن لآسيا مرة أخرى، بس هاي المرة لمنطقة الشرق الأوسط. إيش يعني هذا الكلام؟ معناه ملعب قريب منا كثير. نعم، في منطقتنا العربية، أوف 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 أوف. وبالتحديد في دول الخليج العربي، وبالتحديد أكثر وأكثر في دولة قطر على بعد 30 كيلومتر من مكان الاستوديو المتواجدين فيه إحنا حاليا. أتكلم عن درة ملاعب كأس العالم قطر 2022، استاد البيت المونديالي. ثاني أكبر ملاعب كأس العالم 2022، الملعب الذي ستنطلق منه ضربة البداية لكأس العالم في 21 نوفمبر من العام الجاري. نعم، هو الملعب الذي سيستضيف مباراة الافتتاح للمونديال العربي القادم. يتسع إلى 60 ألف متفرج، مع أنه استوعب 63 ألف متفرج في لقاء قطر والإمارات في كأس العرب الأخيرة. تصميم لا مثيل له في كل العالم. لو درت الملعب بعرض وطول ما حتشوف هيك ملعب. استاد يأتي على شكل بيت الشعر العربي الذي تميزت به البادية العربية، أو الخيمة إن صح التعبير التي سكنها أهل الصحراء في منطقة الخليج على مر التاريخ. الملعب يعد نموذجاً للتنمية الصديقة للبيئة. يزدان من الداخل بلون السدو الحقيقي اللي في بيوت الشعر المشهور بلونيه الأسود والأحمر. يمتاز الملعب بسقفه المتحرك. 20 دقيقة
فقط يغلق بالكامل ويتحول لملعب مغطى. يقع الملعب في مدينة الخور شمال دولة قطر. لسه الملعب ما أخذ زخمه الإعلامي المطلوب لأنه تم افتتاحه فقط قبل 3 شهور مع افتتاح بطولة كأس العرب. ولكن يا جماعة، هذا الملعب سيكون حديث العالم في مونديال 2022 لما تتعرف عليه كل الدنيا. يعد محمد عدنان اللي أمامكم الآن هو الشخص الوحيد على سطح هذا الكوكب اللي عمل تغطية لاستاد البيت من أرض الملعب ومن الجو. كيف يعني؟ نعم، عندي حلقة كاملة من داخله وعلى أرضه ومن داخل كل مرافقه، بالإضافة إلى أني طرت في الجو من فوقه في رحلة خرافية وصورته وغطيته تماما. ردوها علي إن استطعتم. ننتقل للملعب صاحب المركز الخامس في قائمتنا. أيوة، من أجمل ملاعب الدنيا، الأليانز أرينا معقل البافاري باي ميونخ. ملعب فريد من نوعه، تحفة معمارية خارقة في قلب ميونخ، مزار سياحي على مدار السنة كاملة 365 يوم. افتتح الملعب في عام 2005 لأجل استضافة كأس العالم 2006. يتسع الملعب ل 75,000 متفرج وممكن يوصل ل 80,000 في أقصى طاقة استيعابية له. الملعب يحمل اسم شركة التأمينات الألمانية أليانز لأنه هي اللي مولت المشروع، وراح يضل هيك اسمه لمدة 30 عام من تاريخ الإنشاء، يعني راح 17 سنة وباقي 13 سنة وبعدها راح يتغير اسمه. كلف إنشاؤه 340 مليون يورو. أجمل ما في الملعب الطبقات الخارجية المملوءة بالهواء المضغوط، عاملته زي شكل السحابة العملاقة. عدد هاي الواجهات 2874 طبقة مملوءة بالهواء. هاي الطبقات مقاومة وشديدة وغير قابلة للاشتعال، ويا لجمالها لما تضيء بالليل بكل الألوان الرائعة. ننتقل للمركز الرابع، استاد عش الطائر في الصين. هذا الملعب كان ممكن جدا انه ينافس على المركزين الاول والثاني لولا انه وقع في خطأ واحد فقط، انه في مضمار رياضي للجري. هاي نقطة جدا سلبية لمتابعة كرة القدم، بس هذا الصرح العملاق لا يمكن ان تخرج من قائمة افضل 5 ملاعب على وجه هذه البسيطة. تصميم غريب ما شفناه من قبل، تصميم خلاب أخاذ ساحر للعيون. الملعب تم تشييده في العاصمة الصينية بكين لأجل استضافة أولمبيات بكين 2008، ولذلك هو ملعب أولمبي يتسع ل 80,000 متفرج وكلف بناؤه 432 مليون دولار. ننتقل للملعب صاحب المركز الثالث، الولايات المتحدة الأمريكية. طغيان التقدم الهندسي عند الإنسان يتمثل هنا. الأمريكان بالتحديد تجبروا في الملاعب بحكم عدد السكان اللي عندهم، شيدوا ملاعب خارقة وهذا واحد من أبرزهم على الإطلاق، استاد AT&T في دالاس تكساس أو بلقبوه باسم دالاس كاوبويز ستاديوم. عشان تتخيلوا جبروت هذا المشروع، لكن أنت تتخيل أنه الكامب نو معقل نادي برشلونة هو أكبر استاد في كل أوروبا ويتسع إلى 99,000 متفرج، صح؟ الكامب نو ملعب قديم مكشوف السقف. هنا في دالاس كاوبويز ستاديوم عندنا ملعب مغطى بالكامل. لا خلاص توقف يا محمد، لا والله ما بتوقف، يتسع ل 111,000 متفرج. لا خلاص أرجوك توقف خلاص. هو أكبر ملعب مقبب في العالم، يعني مغطى بقبة. كلف إنشاؤه 1,300 مليون دولار وافتتح في عام 2009، وهو ملعب متعدد الاستخدام لجل الرياضات، حتى أقاموا فيه مهرجان المصارعة ريسلمانيا 32 في عام 2016، وكان أكبر عرض حضره جمهور في تاريخ المصارعة، وراح يستضيف كمان مهرجان المصارعة ريسلمانيا 38 في شهر 4 الجاي، غير أكبر الأحداث في ألعاب أخرى مثل كرة القدم الأمريكية وكرة السلة والحفلات الغنائية. طغى وتجبر هذا الملعب. وآخر معلومة جبارة بتهمك عن الملعب، ركزوا منيح، إنه في أضخم شاشة في العالم. عرضها 49 متر وطولها 22 متر واسمها شاشة عالم جري. في المركز الثاني بين أجمل ملاعب كرة القدم في العالم، السفينة الفضائية الروسية، بل هو الصحن الطائر الفضائي القابع على الأرض، استاد كريستوفسكي أو زينت أرينا في قلب مدينة سان بطرسبرغ. افتتح الملعب في عام 2017 لأجل استضافة نهائيات كأس العالم 2018. كلف المشروع تقريبا 1,400 مليون دولار أمريكي عدا ونقدا. يتسع الملعب ل 68,000 متفرج. الملعب يمتاز بسقفه المتحرك في حال المناخ الصعب لممارسة كرة القدم. يرتفع المبنى 7 طوابق عن الأرض بارتفاع 79 متر. أرضية الملعب قابلة للسحب للخارج. شاشات عملاقة تكنولوجية تغطي واجهات الملعب. وفي الليل هذا الملعب يختم علم الجمال. أما في المركز الأول كأجمل ملعب في العالم برأيي المتواضع، نعود لأمريكا وجبروتها. استاد مرسيدس بنز في أتلانتا جورجيا هو الأكثر تقدما من الناحية التكنولوجية على مستوى العالم. يمتلك سقف أسطوري قابل للطي بشكل ساحر. سقف الملعب ماخذ شكل عدسة الجوال. وزن السقف 500 طن. كلف إنشاؤه، اسمع الرقم، 1,600 مليون دولار. يا عفو الله الرحيم. سيستضيف الملعب نهائيات كأس العالم 2026 إن شاء الله، تم افتتاحه في عام 2017. يتسع الملعب ل 75,000 متفرج قابل للاستخدام لكل الرياضات. في داخله في شاشة قابل للعرض ب 360 درجة. هو معجزة الملاعب العصرية. إذا زرت أمريكا احرص
الخاص انك تمر عليه وتخليه على جدولك، نصيحة مني، وهيك انا راح اعمل قريبا ان شاء الله. هاي كانت ملاعبي ال15 الاجمل في العالم على الاطلاق. في ملاعب كانت قريبا هتدخل القائمة بس خرجت لاسباب متفاوتة. استاد ماراكانا الشهير في البرازيل اللي كان في يوم من الايام اكبر ملعب في العالم. استاد ازتيكا في المكسيك اللي استضاف نهائيا كاس العالم 1970 و1986. سانتياغو برنابيو في مدريد. قطعا استاد البرنابيو الجديد اللي راح يكون جاهز في 2024 راح يكون من ضمن الاجمل في العالم. نفس الامر ينطبق تماما على الكامب نو الجديد. كمان الاولد ترافورد لمانشستر يونايتد كان قريب من قائمه اليوم. لابومبنيرا ملعب البوكا جونيورز لولا قدمه. استاد لوسيل لنهائي كاس العالم 2022 في قطر. استاد الجوهره في جده كمان كان قريب من قائمه اليوم. استاد فيليدروم في مارسيليا فرنسا، ويوهان كرويف ارينا في امستردام هولندا. احكوا لي في خانه التعليقات شو هو احلى ملعب شفتوه في حلقه اليوم، وشو في ملاعب سقطت مني سهوا في حلقه اليوم، احكوا لنا اياها انتم في خانه التعليقات. لا تنسوا البث المباشر بكره انا وانتم عبر تطبيق وسبر الساعه 11 مساء بتوقيت مكه المكرمه. وتذكروا في ثلاث جوائز راح نوزعهم: ايفون 13 برو، سامسونج A72، وهواوي نوفا 9. تابعوني في حساباتي الشخصيه وشوفوا شو بعمل حاليا في تركيا وفرنسا والمانيا. اراكم على خير اصدقائي، سلام عليكم. صراحة تعال جيب كرة، تعال وجهك حاجة، تعال جيب بسرعة بسرعة، تعال تعال. نعم يا جماعة أنا متابع للمصارعة من سنة 1993، فهمان فيها وبتابعها بشكل يعني كويس منيح لا بأس. مثلا عندي هون في الاستوديو من مقتنيات المصارعة اللي ما بتلاقوها في أي مكان، في أي مكان ما بتلاقوها أشياء مثل هيك، مثلا هذه الخاصة بالأندرتيكر، حزام خاص بالأندرتيكر، ماتشو مان رسميا من WWE، رسميا من WWE رسميا، شيئا ما من مقتنيات الجو. مرات بورجيكم أشياء ثانية. أوه كابتن ماجد، راندي سافيج،